مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وعلى احسن حال. غادي نطرقوا الفيديو ديالنا اليوم. غادي نقدم لكم طاجين باللحم ديال الدجاج والخضار. غادي ندوزوا للمقادير. غادي نحتاج لحم الدجاج. انا عندي هنايا 3 د الخضره، مهم على حسب الكميه ديال، يعني على حسب عدد ديال الافراد اللي كاينين ديال الاسره. انا غنحتاج هنايا 3 الخضره ديال الدجاج، غنحتاج تقريبا 2 حبات ديال البطاطس الصغار، غنحتاج حبه ديال البصله صغيره مقطعه صغيره على هذه الطريقه هذه. غادي نحتاج 3 الفصوص ديال الثوم، غادي نحتاج قزبر ومعدنوس وطماطم مقطعه على هذا الشكل هذا، ونحتاج جلبانه او البازيلاء. وغادي نحتاج هنايا زيت الزيتون، غادي نحتاج نص معلقه ديال الخرقوم او الكركم، نص معلقه ديال الزنجبيل، نص معلقه ديال التحميره او بابريكا، ونص معلقه ديال الابزار او الفلفل الاسود. وغنحتاج صلصه حاره، وغنحتاج هنايا ماسترد او موطارد، وغنحتاج هنايا عصير ديال الحامض او الليمون، وبطبيعه الحال غنحتاجو الملحه. وغادي ندوزو لاول حاجه غادي نديرها هي انني غادي نشرمل هذا الدجاج هذا. غادي نشرملو، ندير فيه الشرموله. اول حاجه غادي نديرها هو انني غادي نقطعو، غنقطع غنحلو هاد البلايص ديالو باش تدخل فيهم الشرموله. غادي نحلهم 3 بنفس الطريقه، نحاول انني ندير على هاد الشكل هذا، وغنعاود نفس الطريقه هذا. وغادي نبدا في الطريقه ديال الشرموله ديالهم. غادي ناخذ اول حاجه غادي نديرها هي غادي ناخذ هاد الخرقوم او الكركم. غادي ندير تقريبا غير شويه الراس ديال المعلقه، لان انا غادي نضيفوه في الطاجين. وغادي نضيف ثاني شيء هو الزنجبيل بهذا الشكل هذا، نص معلقه تقريبا. وغادي نحتاج كذلك البابريكا ولا التحميره، نحتاج غير شويه. وغادي نحتاج شويه ديال البزار بهذا الشكل هذا، تقريبا غير الراس ديال المعلقه. وغادي نحتاج تقريبا ملعقه ديال الماسترد او الموطارد او الخردل، الخردل تقريبا ملعقه. صراحه هذا الخردل كيعطي واحد المذاق زوين وبنين بزاف. وغادي نحتاج نص معلقه ديال الصلصه الحاره، وغادي نحتاج تقريبا ملعقه صغيره ديال عصير الليمون او عصير الحامض. وغادي نحتاج شويه ديال القزبر والمعدنوس، ندير شويه ديال القزبر والمعدنوس غير شويه، وشويه ديال الملح. وغادي نخلط هاد العناصر مع بعضها. غادي نضيف حتى الثومه، كنضيف الثوم، وغادي نخلي وحده بس هي اللي غنعملها من فوق الخضار. انايا من قبل شعلت النار على الطاجين. غادي نحط اول شيء غنحط هو زيت الزيتون، تقريبا 4 المعالق ديال زيت الزيتون.
وغادي نحط من بعدها غادي نحط اللحم أو الدجاج ديالنا. هنا غادي نبداو نضيفو في العناصر. غادي نضيف أول حاجة هي البصلة، نحاول أنني ننزلها لتحت. وغادي نغطي الطاجين ديالي، نخليها حتى كتشحر البصله اولا تقلى مع اللحم، عاد باش غادي نضيف العناصر التاليه. كيف ما كتشوفوا غادي ناخذ هذيك البطاطس اللي عندنا، غنضيفها على هذيك البقيه ديال التوابل اللي بقات لينا من اللحم، وغنحطها نحط عليها البطاطا، وغادي نحك عليها الثومه. نحك عليها هاد الحبة ديال التومة، وغادي نبقى نضيف غير شوية شوية، غير الراس ديال العطرية، غير شوية شوية، شوية ديال الكركم، وشوية ديال السكينجبير أو الزنجبيل، شوية ديال التحميرة، وشوية ديال البزار أو الفلفل الأسود، وغادي نضيف شوية الملح، ونخلط العناصر مع بعضها. نخلط هاد باش تدخل العناصر في البطاطس. كيف ما كتشوفوا من بعد ما طبخ معنا اللحم وطلق الماء ديالو، شفتوا كيفاش طلق الماء ديال البصله واللحم. انا حتى في هاد الطاجين ما غاديش نضيف الماء، في الخضره هي اللي كتطلق الماء ديالها. غادي نستف البطاطس ديالنا بهذا الشكل هذا باش كتجي واقفه. كنكمل البطاطس ديالنا كامله على هذا الشكل هذا، كتجي في هذا الجناب بحال هذا الشكل. خصنا من الاحسن تجي واقفه باش كتعطي منظر زوين. نضيف البازيلاء ديالنا او الجلدانة، نضيفها في الوسط بهذا الشكل هذا، وغادي نضيف الطماطم هنا في الوسط، وغادي نضيف عليها شويه ديال داك شويه ديال القزبر والمعدنوس اللي كان عندنا على هذا الشكل هذا، وغادي نضيف الفلفل الحار. فلفل حار هذا اختياري بالنسبه اللي بغى يوضعوه ولا ما يوضعوش، انا غنحطه من فوق على هذا الشكل هذا. وغادي نقفل الطاجين ديالي، وكل مره غادي نبدا نطلع عليه نفتح نشوف المرق، لانه اذا نشف معنا غادي نضيف يعني قطرات من الماء فقط، اما الا ما نشفش من الاحسن ما نضيفوش الماء باش كيجي بنين ولذيذ. ودابا غادي نغطيه، غادي نغطيه وغادي نخليه مره نطلع عليه. كيف ما كتشوفوا من بعد ما داز تقريبا نص ساعه من بعد ما غطيت الطاجين، هنا شوفوا كيفاش طلق الماء. شفتوا كيفاش طلق الماء بوحدو، انا راه ما زدتش ليه لا ما لا حتى شي حاجه. هنا الخضره عندنا هي اللي طلقات الماء، البطاطا، البصله، الدجاج، المطيشه طلقوا الماء ديالهم. فغادي نعاود نغلق عليه ونخليه مازال يطيب حتى يتشرب لينا مزيان، ونتلاقاو ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا من بعد ما دازت ربع ساعه واحده اخرى هنايا، هانتوما كتشوفوا معايا الطاجين ديالي بدا كيشرب، ما بقاتش فيه المرقه بزاف. غادي نزيدو تقريبا واحد 10 دقائق واحده اخرى وغنطفي عليه، وغادي نتلاقاو ان شاء الله من بعد 10 دقائق. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا من بعد ما طاب. انا يلا حيدتو دابا من فوق البوطه، خليته يشرب شويه ما بقاش فيه المرق بزاف، وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالو. كنتمنى الطبق ديال اليوم ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم، وتساعدوني اولا تدعموني بالاشتراك ديالكم. اللي كيشوف الفيديو اول مره يشترك معايا ويخلي لي لايك
ويدير له شير مع الأصدقاء دياله، ونتلقاو في فيديو جديد إن شاء الله. باي باي، بسلامة.